التموين وما يحدث في التموين، ما زالت وزارة التموين أو السادة في وزارة التموين بيحملوا المواطن المصري العجز في السلع التموينية والعجز أيضا في كل حاجة. زي ما قلت لحضرتك امبارح، احنا عندنا عجز في كل حاجة، من الإبرة للصاروخ، من أول لقمة العيش اللي بناكلها مرورا بإزازة الزيت اللي بنستخدمها والسمنة والسكر والرز، لحد أقل سلعة بيستخدمها المواطن المصري في حياته اليومية. والسبب نحن بنعتمد بشكل أساسي على استيراد المواد الخام من الخارج، فضلا عن استيراد سلع كتير مصنعة من الخارج، وأهمها بطبيعة الحال القمح اللي احنا عمالين بنغني فيه بقالنا 3-4 شهور. وزارة التموين النهاردة بدأت تاخد إجراءات ضد المواطن المصري، وبيني وبينك الوزارة معذورة، هو عنده عجز، عنده نقص، المفروض بيحاول يغطي 23 مليون بطاقة تموينية بعدد مستحقي للدعم، أكتر من 72 مليون مواطن، فما عندهوش داخل. بدل ما يجد حلول أو يبحث عن حلول لأزمة العجز في الموارد التموينية، بدأ ياخد إجراءات ضد المواطن. الإجراءات دي بدأت في مارس اللي فات، النهاردة إحنا في شهر 6، يعني بنتكلم على الأقل في 3 شهور. إيه اللي حصل في الثلاث شهور؟ الدولة أو الوزارة حذفت أكتر من نص مليون مواطن أو نص مليون مستحق من البطائق التموينية من مارس حتى الآن. في 3 شهور حذفنا نص مليون مواطن بحجة نقص السلع التموينية. لو فضلنا ماشيين بالريتم ده سنتين 3 مش هيبقى عندنا دعم. لو فضلنا كل 3 شهور نحذف نص مليون مواطن، 600,000 مواطن، يعني في الشهر الواحد بنحذف 200,000 مواطن، وده طبعا بيخالف القانون وبيخالف الدستور وبيخالف المواد المنصوص عليها في أحقية المواطن المصري في الدعم. كل ده التف عليه السادة في وزارة التموين وحذفوا 600,000 أو أكتر من 500,000 مواطن خلال 3 شهور بحجة إيه؟ خد بقى الحجج. الحجة الأولى أو القرار الأول قال لك إن أي مواطن مرتبه يتجاوز 9600 جنيه ملهوش عندنا تموين. لما تيجي تبص على 9600 جنيه دولت وتنزل توزعهم كده على السلع الأساسية والمصروفات اليومية والأجرة والملابس ومش عارف تحط كمان الفواتير وجيب مصاريف المدارس ودروس العيال، تلاقي دوب المواطن اللي فيه مستوى متوسط في البلد يعيش بالعافية ب9600 جنيه، ورغم ذلك تم حذف كل من يزيد مرتبه عن 9600 جنيه. طيب القرار الثاني كان حذف أي مواطن عنده عربية موديل أكبر أو أعلى من 2018، وقلنا إن ممكن يكون المواطن جايب العربية دي بالقسط أو بايع ذهب مراته أو عامل جمعية أو مستلف من خواته أو 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 وجاب عربية عشان ياكل عليها عيش عشان يوفر شوية ويزود دخله أو يقدر يعيش، تقوم البلد حذفاه وقص منه التموين اللي كان بيعتمد عليه على أكله وأكل ولاده. رقم 3، الخبر بتاع امبارح اللي هو أي مواطن يطلع ويسيب البلد لمدة 3 شهور بغض النظر أنت رايح تعمل إيه، رايح تحج وتعمل عمرة، رايح تزور بنتك، تزور ابنك، رايح تتفسح، رايح تدور على شغل، طلعت بره البلد 3 شهور ورجعت مالكش عندنا تموين. ده في حال انك بتبلغ الدولة. اذا ما بلغتش الدولة مالكش عندنا تموين خالص، ودي جريمة ايضا في حق الدستور والمواطن المصري، الغاء الدعم عن المواطن لمجرد انه مبلغش وزارة التموين. بالتلات حجج دولت او بالتلات قرارات دولت المعطوبين دستوريا حسب كلام ناس كتيرة متخصصة وحقوقيين كتير، تم حذف خلال الثلاث شهور نص مليون مواطن من التموين. يبقى احنا البلد النهاردة بتحل مشاكلها على حساب المواطن. كلنا حاسين بالأزمة، حاسين بالتضخم الداخلي، حاسين بالأزمة الاقتصادية اللي عايشها بلدنا وعايشها العالم كله، لكن من واجبك أو من مسؤوليتك كمسؤول في البلد إنك تبحث عن حلول بعيدا عن المواطن. كل حلول الدولة النهاردة، كل حلول وزارة التموين، كل حلول العجز بتيجي أنا آسف فوق دماغ المواطن، مش عايز أقول لك فوق قفا المواطن. المواطن النهاردة
كل حاجة عجز هو اللي بيشيلها، كل حاجة فيها نقص هو اللي بيشيلها، كل تضخم داخلي، كل دين خارجي، كل فوائد دين، كل أي حاجة بتعملها الدولة وبتيجي في الاتجاه السلبي أو العكسي، المواطن هو اللي بيدفع ثمن. طيب هل القصر أو عملية تحميل المواطن كلفة العجز ده كانت من حيث الكم فقط؟ أبدا. النهاردة بتحمل المواطن مشاكلك كما وكيفا، يعني مش بس بتحذف المواطن من بطاقة التموين، ده انت كمان اللي فاضلين وقاعدين جوه بطاقة التموين بتحذف من المستحقات بتاعتهم. قبل شهر تقريبا كان وعدنا السيد وزير التموين الدكتور علي مصلحي بإزالة أو بحذف أي كل إزايز الزيت اللي وزنها 100,000 جرام أو كيلو. وزير التموين وقتها قال خلاص مش هتشوفوا الإزازة الكيلو في التموين تاني، رغم أن سعرها النهاردة امبارح قلت لحضراتكم سعرها 25 جنيه، بعض الناس بعتولي قالوا أن سعرها في بعض المحافظات وصل 38 جنيه. المهم النهاردة بدأت التموين بسحب أزايز الزيت اللتر من منافذ صرف السلع الغذائية والتموينية لتغيير وزنه. يعني انت حتى ما استنيتش تخلص الحاجة اللي انت عملتها، ده انت سحبت كمان الزيت من المنافذ وهتعيد تعبئته. طب السؤال هنا، يعني لو هنفكر كده بعقلية اقتصادية، انت عايز توفر، طبعت ستيكرز وعملت عبوات وعبيتها حطيتها في كراتين ونقلتها من المصنع للمركز التوزيع الرئيسي، من مركز التوزيع الرئيسي للمحافظات، ومن المحافظات للمراكز، ومن المراكز لمكاتب التموين. خسرت انت قد ايه في العملية دي كلها؟ النهاردة بتعمل انت العملية عكسها، بترجع تاخد كمان تاني الزيت من مكاتب التموين توصلها للمكاتب في المحافظات، من المحافظات لمكتب التوزيع الرئيسي، من مكتب التوزيع الرئيسي للمصنع تاني، هتبدأ تفضي الإزايز وبعد كده تعبيها في إزازة 800 جرام. لما تيجي تحسب فرق التكلفة يبقى أنت اللي وفرته باليمين رميته بالشمال في عملية إدارية معقدة. أنت خلاص لغيت الإزازة اللتر، خلاص استنى لما اللي موجود في السوق ينتهي، استنى اللي موجود عند البقالين يخلص، استنى لما اللي انت عملته وصنعته وصرفت عليه يخلص، لكن تسحب اللي انت صنعته عشان تصنعه تاني، او اللي انت عبيته عشان تعبيه تاني. ده مبدأ غريب جدا بيقولك ان النهاردة المواطن وحده بيدفع الثمن بشكلا وموضوعا، عدد اللي موجودين على البطاقة التموينية، كمان الدعم اللي بتديه الدولة للمواطن الواحد كل يوم بيقل، كل يوم بينقص، والأسعار مع الأسف بتزيد، ده حسب بيانات رسمية للسادة في وزارة التموين.